بسم الله الرحمن الرحيم. دي معاينة مبدئية لاتحاد تنمية مصر في إحدى المناطق الشعبية اللي موجودة في منطقة شبرا الخيمة. طبعا احنا في مبادرة جنينتك فوق بيتك، وطبعا احنا طبعا بنعاين السطوح قبل ما بنيجي ننزل فيها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اي سطح زيه اي سطح موجود على مستوى الجمهورية. طبعا احنا نفسنا ان المكان ده يتخضر والناس تزرع فيه واهل البيت بتاعه يزرعوا فيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده الحال بتاع سطوح اغلب البيوت في مصر، واحنا طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا بحيث ان احنا نحاول ان احنا نخضر الاماكن دي ونخليها تبقى خضراء ان شاء الله باذن الله عشان الناس تستفاد من حاجة زي كده. والهدف من المبادرة دي ان احنا نقضي على القوارض اللي موجودة جوه البيوت والحاجات اللي بتبقى في العشوائيات اللي جوه البيوت اللي بتسبب مشاكل باستمرار لأهلها وبيصعب التغلب عليها. الكلام ده بينقل الأمراض وبينقل الحشرات وبينقل الفطريات اللي موجودة. طبعا للأسف الشديد احنا بصدد المفروض ثورة تنموية، المفروض ان احنا بنوعي الناس بنقول لهم ازاي يطوروا من نفسهم ويعدلوا من حياتهم واسلوب حياتهم النمطية اليومية. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا اتحاد تنمية مصر في حاجة زي كده. طبعا ناس كتيرة بتقول لنا يا ريت تهتموا بالتوسع الرأسي والتوسع الأفقي بره المدن وتروحوا تتجهوا للصحراء. احنا بنقول لهم ايه المشكلة ان احنا نشتغل على التوعية بأهمية التوسع الرأسي والتوسع الأفقي من البيوت نفسها، بعد كده لما يحسوا بأهمية حاجة زي كده يبقوا ينتقلوا معانا للصحراء. لكن ما ينفعش ان انا انقل الناس ما عندهاش ثقافة ازاي تغير وتطور وتفكر في الفكر الاقتصادي او الفكر التنموي او الفكر اللي بيخلي المجتمعات تتغير. نفسنا ان احنا نقضي على العشوائيات في مصر، وده هدفنا ومن ضمن اهداف مبادراتنا وفقا للخطط اللي بينظمها اتحاد تنمية مصر في كل مبادراته. ان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا. والتقرير ده تقرير ان شاء الله باذن الله في تقرير معاينة في بداية ان شاء الله باذن الله المهمة الصعبة اللي ربنا يقدرنا عليها ان شاء الله باذن الله. نشكر حضراتكم مع تحيات اتحاد تنمية